قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونغيان خلال مؤتمر صحفي إن الصين ليست متفرجا في شؤون الشرق الأوسط على الإطلاق، مشيرة إلى أن الصين ستواصل لعب دورها البناء في هذا المجال. جاء ذلك ردا على تصريحات من بعض وسائل الإعلام الغربية مفادها أن الصين باتت تشارك في شؤون الشرق الأوسط بنشاط أكثر، الأمر الذي تجسد في قيام الملك السعودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة إلى الصين مؤخرا، حيث تم التوصل إلى العديد من النتائج للتعاون العملي بين الجانبين. الصين ليست متفرجا في شؤون الشرق الأوسط على الإطلاق، دائبنا على السعي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كما ترون، وظبت الصين على الحفاظ على موقف موضوعي والعادل، باذلة جهودا كثيرة في سبيل دفع الحل السياسي للقضايا الإقليمية الساخنة مثل النزاع بين فلسطين وإسرائيل وملف إيران النووي والأزمة السورية، دافئة الحوار بنشاط لاعبة دور حل البناء. كشفت هوا تشونغيان عن أن الصين سترسل وفدا لحضور الجولة الخامسة من محادثات جنيف حول المسألة السورية، والتي من المقرر أن تعقد في 23 من هذا الشهر. نشعر بأن حل قضية سوريا يشبه سباق الجري الطويل، وتحديد موضوع المفاوضات هو بمثابة تحديد وجهة الجري، ومن العوامل الحاسمة في الجري الطويل السرعة والإيقاع. لذا نعتقد أنه يتواجب على كل من الحكومة السورية والمعارضة اغتنام الفرصة وضمان إنتاج المفاوضات داخل المضمار بسرعة مناسبة، وذلك من أجل تحقيق بعض الإنجازات الأولية بأسرع وقت ممكن وتوطيد الاتجاه الإيجابي للمفاوضات. كما قالت هوا نقلا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله إن المشاكل الكثيرة في الشرق الأوسط تعود جذورها إلى التنمية، وحلها النهائي يكمن في التنمية أيضا، مضيفة أن الصين ستعزز التعاون مع دول الشرق الأوسط وستواصل لعب دورها البناء. تنوي الصين دفع بناء الحزام الطريق بنشاط مع السعودية وإسرائيل وغيرها من دول الشرق الأوسط لتقاسم الفرص عبر الانفتاح، وذلك لتعميق التعاون عبر الترابط والتواصل. وسنواصل لعب دورنا البناء من أجل تحقيق سلام واستقرار طويلي الأمد في الشرق الأوسط.